امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتيودورو أوبيانغ نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية جلسة مباحثات موسعة تم خلالها استعراض سبل تعزيز التعاون في مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأكد دكتور مدبولي استعداد الدولة المصرية لدعم مجالات التعاون الاقتصادية والأمنية مع جمهورية غينيا الاستوائية عبر إيفاد خبراء مصريين إلى مالابو لدعم تطوير منظومة الأمن الداخلي. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة التقى تيودورو أوبيانغ النائب الأول لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الدفاعي ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. أيضاً امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد إحدى الوحدات الفنية التابعة لإدارة المدرعات واللي بيأتي في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لعملية التطوير والتحديث للأسلحة والمعدات لمختلف الهيئات والإدارات التخصصية. كما استمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشرح مفصل من رئيس أركان المدرعات تضمن آليات العمل داخل الورش الرئيسية للمدرعات وإجراءات الصيانة وتقديم الدعم الفني بالاستفادة من التطور التكنولوجي ومنظومات التأمين الفني الحديثة. أعقبوا المرور على عدد من الأقسام المختلفة داخل الورش بما يتناسب مع طبيعة المهام اللي بيتم بيها تكليف الوحدات التخصصية للقوات المسلحة.